بتشرف النهارده بوجود بطل اولمبي كبير ومش لوحده، كمان مع عائلته يعني، والغريب كمان ان هو يعني مدربه هو والده، ومش يعني مدربه فقط، هو مدرب منتخب السلاح بالكامل، ويعتبر كمان اول مدرب مصري يحصل على ميداليه في السلاح. يعني يمكن علاء ابو القاسم سابقا كان مدربه اعتقد هولندي مش مصري، يعني فبالتالي ده برضو يعني الميداليه دي مصريه خالصه، والوالد والابن يعني، بجانب كمان الام يعني كمان يعني عضو مجلس اداره اتحاد السلاح، فعائله يعني طبعا رياضيه قويه جدا وعائله اولمبيه جدا. فانا طبعا كالعاده ليدز فيرست يعني، وهقول لكم سر يعني كمان انا حن للوالده لان والده زملكاويه، ف الوالد اهلاوي. فطبعا دكتوره اماني البحيري. دكتوره اماني مساء الفل على حضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك يا كابتن خالد، وشرفتينا ونورتينا. الله يخليك، شرف لينا. في اغنيه زمان بتاعت اسمها شيفا فاضل، كانت ابن بنت البطل. ايوه ابن البطل. ابن البطل. طيب، وطبعا معايا طبعا الكابتن سيد سامي، طبعا والد البطل ومدرب منتخب مصر، كابتن سيد حضرتك. يا اهلا بحضرتك، شرف لينا النهارده طبعا ان احنا موجودين يعني في ضيافه كابتن خالد الغندور. حبيبي والله، ان شاء الله يكون لقاء مثمر يعني، فشرف لينا يعني حقيقي. حبيبي طبعا نروح بقى للختام اهو مسك، معلش يعني البطل الاولمبي بقى طبعا النجم الجميل محمد السادك. كابتن محمد مساء الفل عليك والف مليون مبروك. الله يبارك فيك، شكرا ليك. دي الميداليه صح؟ دي الميداليه. دي الميداليه البرونزيه. البرونز. هي يعني قريبه من الذهب. شكلها فعلا مع الانعكاسات الضوء كانت بتدي ذهب شويه. طيب ابتدي معاك، هبتدي معاكي. اتفضل يا كابتن. الكابتن سيد مدرب، كان لعيب سلاح من هو صغير.